برؤية واضحة والتزام الرئيس تبون بتعهداته للشعب، تشهد البلاد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تغيرات جذرية وتطورا كبيرا في طريقة التسيير. على المستوى الاجتماعي، عمل الرئيس منذ توليه الحكم على تعزيز الجبهة الاجتماعية من خلال منحة البطالة إلى تعزيز القدرة الشرائية وزيادة الأجور، بالإضافة إلى حماية قوت الجزائريين ومحاربة المضاربين. نتائج ظهرت في واقع المواطن رغم محاولات بقايا العصابة مقاومة التغيير. فمنذ اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم ديسمبر 2019، شرع في معركة إعادة هيبة الدولة وإرجاعها لمكانتها الحقيقية بتقوية الجبهة الداخلية وتعزيز حضور الجزائر على الساحة الدولية كقوة فاعلة وصوت مسموع وبلد يجمع شتات العرب ويوحد المقاومة الفلسطينية ومنبرا للشعوب المستعمرة. كما فرض الرئيس تبون منطقة الندية في التعامل مع مختلف الدول، جعل الجزائر محجا لكل دول العالم بحثا عن الطاقة. من يريد العمل فنحن معه، ومن لا يستطيع فليغادر، منطق الجزائر الجديدة الذي يتعامل به الرئيس تبون مع الجميع، جعل من الجزائر بلدا جاذبا للاستثمار وجاهزا للانضمام لمجموعة بريكس. سنوات ثلاث عزز فيها الرئيس تبون الدولة الاجتماعية واسترجع مكانة الجزائر خارجيا. وفي انتظار مواصلة الإصلاحات في شتى المجالات، وجب على الجميع الانخراط في مشروع الرئيس.